سواء كانت مطلقة خلعا، مطلقة طلاق عادي للضرر يعني، الأطفال بيستحقوا نفقات. النفقات دي طبعا هي عبارة عن مأكل وملبس وبدل فرش وغطا، وطبعا أجر مسكن ومصاريف تعليم ومصاريف علاج، كل مصاريفهم بتبقى على عاتق الأب. بس طبعا للأسف بتبقى عن طريق دعاوي بتحركها الزوجة، ودي بتاخد وقت شوية في المحاكم، وطريقة تحصيل الفلوس برضو بتاخد وقت في المحاكم. فسواء كانت مطلقة خلعا أو طلاق للضرر، في الحالتين الأطفال كده كده ليهم كامل حقوقهم. تمام. طبعا أكيد بيحصل مشاكل، إنه ممكن في بعض الأحيان بعض الآباء بيرفضوا ده، يعني إن هو مثلا بيرفض إن هو يصرف على أولاده، أكيد فدي حضرتك بتبقى بيمتنع. وساعتها بقى في الحالة دي بتضطر الزوجة لأنها تحرك محاضر تبديد وخلافه، وبترفع قضايا حبس. ممكن تضطر تحبس الأب عشان خاطر ما سددش النفقات دي أو المصاريف المستحقة للأطفال دي. ما الأطفال أصل دي يعني ملائكة الرحمة زي ما بيقولوا، أو في منهم حتى الكبير اللي هو غير قادر على الكسب. وواجب عليه ان هو طبعا يتكلف طبعا بمصاريفهم. طبعا طبعا يعني. تمام. طب بالنسبة بقى للحضانة بتكون لمين؟ الحضانة حضرتك بمجرد الطلاق بتنتقل للأم. تمام. لحد سن 15 سنة. بعد سن 15 سنة يحق للأب تحريك دعوة، وهنا بيتم تأخير الأبناء ما بين إن هم يكملوا معيشة مع والدتهم أو إن هو تنتقل حضانتهم للأب. من لحد سن 15، ومن 15 ل فيما فوق ده بيكون ايه؟ فيما فوق حضرتك ده بقى ممكن الأب يحرك دعوة ويخير الأبناء في المحكمة ما بين إن هم البقاء مع والدتهم أو ان هم يروحوا لوالدهم ويقيموا معاه. بس ده طبعا بيبقى موقف حرج جدا في المحكمه، وبيبقى وحش، الى جانب ان الام بعد ما بتنتقل حضانه الاولاد للاب بتفقد اجر الحضانه خلاص كده، هي او بعد سن 15 سنه كده كده بتفقد ان هي ملهاش اجر حضانه اطفال.